السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شخباركم؟ رجعنا لكم بفيديو جديد من لعبة فري فاير. قبل أن أدخل فكرة المقطع إلى اليوم، أتمنى من عندكم تشتركون بالقناة وتحطون لايك وتعليق جميل، مشاهدة الفيديو إلى النهاية. وهسه خلينا ندخل بفكرة المقطع لليوم. الفكرة اليوم، أول شغلة قبل أن أدخل بالفكرة، العفو، أردت أراويكم شغلة. الحيوانات كانت اعتقد كليتش وصححتها الشركه، كانت عندي كلها مفتوحه، هسه بقوا فقط ذولا الاربعه. هسه خلينا نرجع فكره المقطع الى اليوم. مثل ما شفتوا بالعنوان، هي سلسله الوصول الى البطولي في باتل رويال مصنف. حاليا انا واصل للبلاتيني اي في، احتاج لمن اطبن بس ثواني عرض الكل، ما ظل شيء، واوصل للالماس والدور البطولي. الدور عندك هنا ماستر وجراند ماستر، الحد جراند ماستر ذي. احنا مهمتنا نوصل للبطولي اللي ممكن نحصل هذا البلوزه، وهاي الرقصه مثل ما تشوفونها رقصه جميله. وهذا ما اعرف شنو المهم. هو احنا خلينا في الموسم ال 33 مثل ما شفتوا الحد وين واصل. تقريبا راح اسوي فيديو اوصل للالماسي اي اي والالماس اي بي، والرابع هو البطولي. وان شاء الله راح نسوي لكم فيديو بعد على كلاش سكواد. انا ما اريد اراويكم رتبتي بكلاش سكواد حاليا على مود ما احرق الفيديو. صورت لكم جزئيه يعني مع الحرب، وتقريبا دخولي للاسين الاي في، مو بس خل اشوف اتاكد، البلاتيني اي في لحظات دخولي اليه، وشويه هيدات وهاي. خليكم ويا الجزئيه، ومع السلامه، دمتم سالمين.
quand je vais réparer. À tout ça le fait bien, toi et moi c'est le